ولنقاش تفاصيل هذه الندوة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ثامر العلواني. أهلا بكم أستاذ ثامر. حياكم الله. عقدتم في القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ندوة بحثية عن واقع الوقف الإسلامي في العراق والمخاطر التي تهدده، ما أهم النقاط التي تم طرحها في الندوة؟ حياكم الله. أولا أختي الكريمة، الندوة اليوم هي كانت ضمن سلسلة تقوم بها هيئة علماء المسلمين لكشف الحقائق التي يحاول البعض تغطيتها والتستر عليها. جاءت لتسلط الضوء على ما يجري في الوقت السني من اغتصاب الأوقاف الإسلامية وتحديدا السنية، الأوقاف السنية. جاءت لتكشف ويستقي الأوقاف الإسلامية التي تقوم بها الجهات الحكومية الحالية وسابقاتها وأيضا الميليشيات. وجاءت لتوضح حجم التسييس الطائفي بتشريع القوانين وعقد الاتفاقات الظالمه المخالفه للشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه والعرفيه التي من خلالها يريدون التغطيه على السرقات التي تعرض لها الوقت السني، ويحاولون الباس هذا الاغتصاب ثوبا من القانون حتى يبعدونه عن صفه الطائفيه، مع انهم مهما حاولوا تغطيتها ستبقى هذه السرقات والاغتصابات شاهد ودليل تاريخي على ان حكمهم كان من ابشع الحقب التاريخيه التي مرت على العراق، ولا يختلف في بشاعته واجرامه وحقده عن حقبه المغول وهناك. ما هي الاوراق التي تم تقديمها في هذا الشان والمتحدثين الذين قدموها ايضا؟ الندوه تضمنت اليوم محورين، كانت ورقة أولى وورقة ثانية. المحور الأول كان عرضا لتجربة عملية ناجحة لإدارة الوقف في الموصل قبل الاحتلال، وكيف كانت تستثمر الأوقاف في الموصل في خدمة المجتمع العراقي، وكان فيها أيضا إشارات إلى حجم الأوقاف في الموصل واعتبارها من أكبر المدن وقفا في العالم الإسلامي، وكيف أن الوقف استطاع أن يقوم بإنشاء مدارس وجسور وكفالة الأيتام والإنفاق على الفقراء، ثم أصبحت جرت مقارنة بما يجري عليه الوقف الآن من سوء الأحوال والسرقة والفساد. الورقة الثانية والمحور الثاني كان عن طبيعة الوقف وأثره في خدمة المجتمع والمخاطر التي تمثله، وكيف أنه أصبح سلعة تباع لجلب المصالح الشخصية، ثم مقارنة الوقف وحاله اليوم وما يجري الآن من سلب ونهب للوقف وللأوقاف الإسلامية من قبل بعض الإدارات وعلى رأسها ديوان الوقف السني نفسه، وتسليم هذه الأوقاف إلى جهات متسلطة ومتنفذة في الحكومة لكسب مصالح شخصية وتسلم إدارة الوقف أو الاستمرار في مناصب معينة. وقدم هذه الورقة مسؤول القسم السياسي الدكتور مثنى حارث الضاري، وقدم الورقة الأولى كانت هي الدكتور إدهام محمد حلش، كان مديرا سابقا او اسبق للاوقاف في الموصل. الى اي مدى قدم الوقف السني في العراق اهميه لهذه النقاط التي تحدث عنها اتحدث عن الورقه التي قدمها الدكتور مثنى حارث الضاري عن طبيعه الوقف واثره في خدمه المجتمع، وما قدمه الوقف السني في العراق وما المخاطر التي تواجهه؟ المخاطر في الاوقاف الاسلاميه تتمثل في ان ديوان الوقف السني، وهذا ما سلطت الورقه الثانيه عليه، تتمثل في ان ديوان الوقف السني يقوم بتفريط كبير لمصالح الوقف ووقفياته والمساجد المسلوبه منه سلفا من بعد 2003، اما تطوعا لكسب رضا المتنفذين والغائب كلها تجري في مصالح شخصيه، واما بتاثير عوامل الضغط التي تقوم بها الحكومه الحاليه وميليشياتها. وتارة تكون هذه المخاطر من حياز القضاء الى جهه معينه والى الوقت الشيعي على حساب الوقف السني، لاجل ان تذهب اموال الوقف السني. وقد جرت وحصلت تنازلات كثيره من الاوقاف العائده لديوان الوقف السني وتسليمها لديوان الوقف الشيعي بغير وجه حق لتنفيذ الاستيلاء على هذه الاوقاف بوسائل مشبوهه، وتم ايضا تأطير هذه السرقات باطر وصيغ قانونيه بحيث تظهر
على انها امر قانوني ليس فيه بعد طائفي، مع اننا في العراق كل ما يجري في العراق هو كله يجري تحت اطار الحكم الطائفي الذي تقوم به الحكومه الحاليه وسابقاتها في اطار العمليه السياسيه التي هي اصلا اسست على الاطار اسست على الطائفيه والعرقيه. شكرا جزيلا لكم الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنتم معنا عبر الهاتف من عمان.